الإنترنت والسوشيال ميديا وإيه اللي بيحصل عليها، ده بيلفت النظر والرأي العام بيهتم بيه وبيتكلم عنه ويبدأ يكون وجهات نظر كتير عليه وبخصوصه. شغلتنا إن إحنا نتأكد من التفاصيل ونعرضها على حضراتكم، إذا كانت تفاصيل صحيحة، إذا كانت تفاصيل غلط بصراحة إما نصححها أو نتجاهل الموضوع تماما. فكرة وجهات النظر دي صاحبها بس هو اللي يملكها. بقول لحضراتكم الكلام ده لأنه الصور الخاصة ب الأب اللي أنقذ بنته من تحت عجل القطر بعد سقوطها، ده كان فيديو مصر كلها تابعته وشافته. الأب حمى بنته والوضع اللي حضراتكم شايفينه ده فضل مستمر عليه لأنه القطر اتحرك، وهم يعني فضل مستمر عليه لغاية لما القطر مر. إيه اللي حصل بالظبط؟ في روايات متداولة كتير. أولاً انه البنت اتكعبلت وقعت في المسار بتاع السكه الحديد، الاب نزل وراها وحماها. في كلام اتقال انه لا، في جزء من الاهمال في المساله انه الاب والبنت كانوا بيعدوا اصلا على شريط القطر، ودي في حد ذاتها كارثه. ايه اللي حصل بالظبط؟ الاب لازم تحيته على بطولته. اللي حصل في الثواني اللي قبله واللي حصل في الثواني اللي بعد مهم جدا صحيح، لكن سرعة البديهة، سرعة التصرف، المشهد اللي احنا شايفينه ده بيوري ازاي غريزة وعاطفة الأبوة أعلى من أي شيء حصل قبله. احنا معانا على التليفون الأستاذ محمد محمود فرغلي، أول مرة بقى نسمع صوته على مستوى التلفزيون وعلى مستوى وسائل الإعلام التقليدية بسبب الفيديو اللي شفناه على وسائل الإعلام الإلكترونية. أستاذ محمد، الحمد لله على سلامتك والحمد لله على سلامة بنتك، ده أول حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. الله يسلمك ويسلم حضرتك ويسلم شعب مصر والمسلمين كلهم. اللهم آمين. طمنا الأول على بنتك، كويسة الحمد لله؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. دفعت الغرامة صحيح؟ إحنا تحت أمر مصر كلها إن شاء الله. طيب قول لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. انا حكيت الموضوع بخصوص اللي انا اعرفه واللي تم، ايه يعني الناس قالت ايه وما قالتش ايه. قول لي بقى انت اول مره دلوقتي، الحمد لله ربنا نجاك ونجى البنت، قول لنا بصراحه شديده ايه اللي حصل. اللي حصل يعني ده من حفظ من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني في مستوى البشر الحمد لله. احنا كنا مروحين، انا شغال باسرتي في شمال سيناء، دير العبد، مدينه دير العبد. ايوه. ومروح اقضي اجازه نص السنه واشوف اهلي واشوف بيتي هناك في المنصوره، في ارياف المنصوره. ايوه. يعني سوره البنوته طالعه على الهواء اهو، ربنا يحفظها. اتفضل. ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. فالاولاد يعني من المذاكره وامتحانات وضغط وبتاع قالوا عايزين نروح القطر. ايوه. نقضي يوم كده ظريف كده يعني. كويس. المهم نزلت عن رغبتهم وربنا كرمنا وركبنا من الامطره غرب، وقالوا القطر اخره هنا في اسماعيليه، لازم تغير زازي. نزلنا من القطر كان في قطر بضايع مخزن في المحطه. ايوه. فطبعا احنا ما شاء الله اسره يعني كبيره، 5 اولاد وزوج وزوجه وشنط وحوار. انت عارف حضرتك الناس البسطة اللي زي حالتنا، يعني دنيا ماشيه كده يعني بالستيره من عند سبحانه وتعالى. هو نعمه بالله، بس يعني تكمل كلامك. طبعا ربنا يحفظكم جميعا. ربنا يخليك. فانا معايا عمر 9 سنين في سنه ثالثه ابتدائي، دي كان قدامي، وخديجه دي 11 سنه في سنه 5 ابتدائي. ايوه. هي وراي. ايوه. فنزلنا من القطر، نزلت عمر وشنطه وخديجه اللي ورايا على طول، اجت تنزل الزحمه بقى، وده طالع وده بيزق وده بيزاحم، رجلها اتزحلقت وقعت بين العربيتين وبعض. ومن سرعه القطر اتحرك بطريقه يعني صعبه شويه، شديده شويه. لا معلش، يعني انتوا كلكم كنتوا بتعدوا منين؟ من الباب. من الباب. ما كنتوش بتعدوا قضيب القطر نفسه؟ لا. ايوه. انا بسالك بس عشان نعرف والناس تعرف. اتفضل. لا لا، من الباب حضرتك. فانتوا كنتوا على الرصيف عادي زي بقيه الناس. بس طبعا ده بزق وده بيركب وده مع عيال وده مع شنط، الدنيا زحمه. ايوه. فهي القطر طلع
يعني هو وقف يا دوب نزلت شويه طلع قطر البضاعه ده اتحرك. فالبنت التوازن بتاعها اختل. قدر انا ببص نزلت الصغير ورايح اجيبها ديت لقيت هتقع بين العربيتين وبعض. كمل انا سامعك. خدت بال حضرتك؟ ايوه. بدون تفكير يعني بنتك قدامك. قول لي، اما انا بسالك بقى، هي ده الحكايه دي كلها حصلت في اقل من ثانيه. في ثواني. البنت اتكعبلت ووقعت. اختل توازنها. اختل توازنها. لما السواق طلع يعني اتحرك، واتحرك بايه؟ بعصبيه يعني نتش كده. ايوه، ما هي القطارات في الاول كده بيبقى فيها رجه كده. رجه كده. فالبنت صغيره اختل توازنها. بين العربيتين وبعضهم. ايوه. زي ما تكون حضرتك كده. انت اول ما انت شفتها بتلمس الارض. انت شفتها بتقع بتلمس الارض. هي بتقع. قبل ما توصل الارض كنت انا على الارض. بين العربيتين والقطر بتحرك لسه، ايه ما خدش السرعه اللي. هي وانت حاضنها وانت قافل عليها كده المشهد ده، هي كان فيها كانت واعيه ولا كان مغمى عليها؟ صحية واعيه وكله ما شاء الله. طب صحيح. هي وقعت وانا، هي قبل ما توصل للارض حضرتك انا استلقيتها بايدي من على القبيض. قبل العجله بتاعت العربيه اللي جايه وراها. ربنا بقى كتب لنا الحياه. القطر زقنا بقى، اندفع القطر فزقنا اترمينا على الارض. لان الرصيف حاجز بين، يعني ما تعرفش تطلع. فوقعنا بالصوره اللي حضرتك شفتها دي. المشهد بقى بعد ما القطر عدى، قمتوا انتوا الاثنين لوحدكم؟ قمنا الاثنين بقى بفضل الله، ثم بفضل مساعده الناس البسطة اللي قاعده تستغيث بالسواق اللي ما اداش اي اهتمام واصر ان هو السواق على فكره يعني فنيا السواق مش شايفك ومش هيعرف يدي اي اهتمام، والحمد لله انه يعني في حاجات بقى، في ظروف قدر كده اتقابلت كلها مع بعض عشان ربنا يكتب لكم عمر واحنا نعرف نتكلم معاك. انت عارف لو كان حد فكر انه يوقف القطر كان ممكن القطر سرعته تبطأ يريح على الارض ملي يلطش فيكم. يعني انت زي ما بدات في بقى مجموعه عناصر الحمد لله ايه اتوظفت واتحطت في الصوره دي عشان ربنا يكتب لك انت وبنتك عمر جديد. اكيد ربنا ينجيكم ويحفظكم. بس بجد بقى دفعت الغرامه بجد ولا خلاص الامور انتهت؟ لا انا ما رجعتش تاني، وما حدش طلب مني غرامه ولا حاجه. وربنا ربنا يحفظك ويحميك ويحفظ الاولاد ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا استاذ محمود فرغلي. هي في ظروف كده حصلت معينه، الاب بغريزته، بالصدفه اللي حصلت، بسرعه القطر اللي حصلت ساعتها، بانه ما وقفش ما عطلش ما ترجش. الحمد لله. هي دي بالظبط الترجمه العمليه لقدر ولطف.